إذا نعود من جديد على ضيفنا في الاستوديو طلال طقان. من جديد طلال نعود إلى الأسواق الإماراتية، برأيك الآن ما هي المحفزات الأهم لحركة الأسواق في الفترة القادمة؟ يعني هذا الأسبوع رح تكون البداية طبعا النتائج المالية للشركات، لا أعتقد أن يكون أثرها الكبير، وذلك نتيجة يعني لكون أن الأنشطة الاقتصادية بدأت بالتنامي، ويعني دور كبير رح يكون للمحافظ الاستثمارية خاصة لدى البنوك، يعني 4-5% من أصولها مرتبطة بالسندات والأسهم، الشركات العقارية لديها ويعني معظم الأسهم ارتفعت، فسوف يكون هناك تنامي من ناحية النشاط الاقتصادي وأيضا الأداء المالي للمحافظ الاستثمارية. فأعتقد العامل الأبرز سوف يكون أسعار الفائدة، وهناك أي تهديدات على مستوى الأسواق الناشئة وليس فقط على أسواق محلية، فالبنوك يعني مرتبطة باللايبر ومرتبطة ببعض الأسعار، بعض الأسعار المقايضة في البنوك الدولية، فأسعار الفائدة هي التهديد أو الفرص الأكبر الكامنة والنظرة فيما يتعلق بذلك طبعا، والستيميلس باكج يعني في بعض العوامل الدولية اللي لها ارتباط أكثر في العامل النفسي، ولكن العامل الذي سوف يلفت انتباه المحللين بشكل أكبر هي النتائج يعني خلال سوف تبتدأ من هذا الأسبوع. بالنسبة لي أسعار إذا تشتري عليها ربما هذا سيكون له تأثير ربما مستقبلي على المعروض النقدي في الأسواق. لكن فقط سؤال أخير باختصار لو سمحت فيما يتعلق بالجانب التنظيمي لأسواق الإمارات للانضمام إلى مؤشر MSCI، ما المتوقع، ما الذي تراهن عليه الأسواق في هذه المرحلة وفي المرحلة القادمة؟ يعني من خبرتنا العديد من المؤسسات لا تزال الآن في 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 صفوف الترقب للإعلان عن تطبيق أدوات مالية متقدمة، خاصة فيما يتعلق بوجود صانع السوق، البيع على المكشوف، والأذنات المغطاة اللي هي الكفر بورنس، وهي نوع من الدريفتيفز أو المشتقات المالية. هذه المؤسسات سوف يكون لها دور كبير في تعزيز السيولة، وسوف نشهد تغير في هيكلية التداولات نتيجة لإقبالهم، ولكنهم لا يزالون الآن في صفوف الترقب إلى أن تظهر الصورة بأكثر وضوح. إن شاء الله سيد طلال طقان، سعدنا جدا بوجودك معنا وطرح حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى لك يوما سعيدا.